وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ سلمان ناصر الناشط الحقوقي ورئيس مجموعة حقوقيون مستقلون. مساء الخير سيد سلمان، هذا الاعتداء ليس بالجديد من قبل السلطات القطرية، كيف تنظرون إلى هذه الانتهاكات المستمرة التي تمارسها دوريات الحرس الحدودي القطري في المياه الإقليمية البحرينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نهنئ المرأة البحرينية بمناسبة هذا اليوم. دعيني أختي وتحية لك وللسادة المشاهدين. بداية نوجه التحية لخفر السواحل البحريني لتعاملهم المهني مع تجاوزات قطر واستفزازاتها ومحاولاتها جذب المنطقة لسرعات واحتراب أثناء عودتهم بعد انتهاء مهمتهم في تمرين المانع البحري الأخير الذي يشكل تمرين لحفظ المياه الإقليمية وليس البحرين فحسب. سيدتي الفاضلة، من المؤسف ما زالت قطر تنتهك القوانين والاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي. إن تاريخ قطر للأسف الشديد مليء بالتجاوزات، وأؤكد على ما جاء في بيان وزارة الداخلية حيث قامت قطر بحجز قوارب الصيد البحرينية، ولم تكتفي بذلك بل وتوقيف البحارة ومصادرة قواربهم بغية التغذيق عليهم وأرزاقهم. ودعيني هنا أشير بإني أنا كنت أحد الذين سافروا إلى قطر سنة 2010 لحضور محاكمة البحارة كوني بمؤسسة حقوقية، فلم نلاقي حسن المعاملة ولا حسن الجوار، بل عندما تواصلنا مع مؤسسة قطر لحقوق الإنسان قالوا لي بأن هذا الأمر لا يعنيهم. من المؤسف. ومن جانب آخر دعيني أن أشير إلى أن شبه جزيرة قطر اعتادت على تأجيج المنطقة عبر ممارساتها التي تهدم ولا تبني وتفرق ولا تقرب، وهذا ما يثبته التصرفات الأخيرية، حيث بالفترة الماضية وحسب إحصاءات وزارة الداخلية استوقفت العشرات في العشر سنوات الماضية ما يزيد على 600 قارب وأكثر، ووقفت أكثر من 2100 شخص، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك. وهذه الإحصاءات تؤكد على حقيقة تاريخية مهمة ما سطرها التاريخ منذ تولي آل خليفة للحكم في الزبارة وشبه جزيرة قطر منذ 1762 حتى 1937، إذ قدموا نموذج في الإدارة وحماية التجارة وتأمين الملاحة البحرية إلى جانب استتباب الأمن وتطبيق النظام والقانون والقيام بمهمات ومسؤوليات الدولة الحديثة وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وشبه جزيرة البحرين. ونتيجة لذلك تحولت الزبارة إلى حضارة سياسية ومركز تجاري مزدهر وواجهة رئيسية في الخليج العربي. أما اليوم من المؤسف نرى نتائج نظام الحكم في شبه جزيرة قطر من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية. ما زالت البحرين تدفع ثمنها ودول المنطقة. لذلك سيدتي الفاضلة، نطالب وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحمائية للبحارة البحرينيين والممرات المائية الدولية حتى وإن اضطرت للجوء إلى المحاكم الدولية. نعم، الأستاذ سلمان ناصر الناشط الحقوقي ورئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، شكرا جزيلا لك.